وصف الرئيس عبد رب المنصور هادي صنعاء بأنها عاصمة محتلة من قبل مسلحي جماعة أنصار الله. ووفقا لما نقلته قنوات عربية، فإن الرئيس هادي وخلال لقائه اليوم بعدن وفدا سياسيا وقبليا من محافظتي البيضاء ومارب، اتهم أنصار الله بتنفيذ أجندة لدولة إيران خلال الأعوام الماضية، وكذا السيطرة على مؤسسات الدولة وقوات الجيش والتسبب في انهيار الدولة. وقال الرئيس هادي إن الجماعة وإيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح أفشلوا المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية عقب ثورة 11 من فبراير، وعملوا على تأزيم عملية الانتقال السياسي حد تعبيره. وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية، فإن الرئيس عبد الرب منصور هادي هدد بالتصدي لجماعة أنصار الله حفاظا على وحدة البلاد.